وفي موضوع آخر، أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أن خلية الأزمة التي تم تشكيلها للحد من تردي الوضع البيئي في البلاد وانتشار الفضلات في الشوارع والأنهج ستتخذ إثر اجتماعها الذي ما يزال متواصلا إجراءات وصفها رئيس الحكومة بالصارمة. خلية الأزمة هذه أخذنا فيها إجراءات باش نخرجوهم اليوم إن شاء الله، إجراءات أهمها تو تشوفوها في البلاغ. أما نقول لكم حاجة، باش تكونوا ماشية في تطبيق القانون، في تحمل مسؤولياتنا في توفير البيئة للمواطن، ما ناشي باش نعملوا دي بلان تاع 5 سنين، إن شاء الله باش تكون إجراءات عاجلة وكل إنسان صارمة. شوف القانون واضح، احنا نحكيو على الدستور وعلى قانون، احنا الطريقة نتاعنا ديما التفاوض والحوار ديما مفتوح مع الأطراف الاجتماعية، وهذا أثبتناه منذ، ولكن كيف كيف فما حاجة مطالبين بها الكل، تطبيق القانون ودعوة كونه الحكمة ترجع للعباد الكل، ونحافظوا على صحتنا ونحافظوا على شوارعنا ونحافظوا على بلادنا، ودعوة كذلك لكل المواطنين كونهم زادة كيف كيف يشاركوا ويساهموا.